الانتقال إلى شبه النهائية. ستلعب فرنسا ضد ألمانيا والأرجنتين ضد بلجيكا. كانت اللعبة بين فرنسا وألمانيا قبل 4 سنوات استعراضا لحسن الأداء. ألمانيا تفوقت سريعا هذه المرة على فرنسا وسجل بريمي الهدف الأول. من بعده جاء دور فولا. عبرت ألمانيا إلى التصفية النهائية. علقت الأرجنتين أملها على مارادونا ليقودها إلى التصفية النهائية. قبل 4 سنوات تمكنت بلجيكا من التغلب على الأرجنتين. لكن مارادونا سجل هنا هدفين منحا الأرجنتين ما سعت إليه.